السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متتبعاتي قناة هميزات أم الحسنين بفاس. جبت لكم فيديو جديد. هذا الفيديو شيق جدا، نتمنى يعجبكم. وإلا كنتو كتشوفوا القناة ديالي لأول مرة، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك فضلا وليس أمرا، وما تنساوش تخليوا لي تعليق محفز، وما تنساوش يعني مرحبا بكم في قناتي المتواضعة. نتمنى منكم إذا عجبكم الفيديو تخليوا لي لايك وتخليوا لي تعليق وتبارتاجيو هذا الفيديو مع الأصدقاء والمعارف، دائما مع قناتي هميزات أم الحسنين بفاس. وما تنساوش الاشتراك في قناتي مفروشات جديدة ومستعملة، دائما الجديد. قناتي الثانية دائما غادي ندير لكم فيها البث المباشر، كنخبركم بالسلعه اللي جبت لكم، تكون عندي دردشه متواصله كنتقرب منها المتتبعات ديالي، وكيكون فيها يعني السولد ان شاء الله مور هذا الفيديو. هذه الليله غادي نحط لكم عاود السولد ان شاء الله في هذه الايام قريبا ان شاء الله في قناه مفروشات جديده ومستعمله. ديروا في محرك البحث مفروشات، ولا ان شاء الله نحط لكم الرابط، غتلقاوه في صندوق الوصف وفي كومنتار. مرحبا بكم. هذا الفيديو فيه دعم، دائما دعم القنوات المبتدئه الصغيره الهادفه فقط للتذكير فقط. اللي كانت هادفه غادي تعطيني رابط هذاك ماشي هنا في الواتساب، وغادي نشوف القناه ديالها. وفاش غادي نشوف القناه ديالها غادي نعطيها لمحه، ديك الساعه غادي تصور لي فيديو قصير ما كيفوتش 3 دقائق في عجاله، غتحط فيه لقطات كما كيصيفطوا لي وكنعزل، لان كاينين اللي هذاك اللي ما كانش الفيديو. ها انتم لاحظوا بهذه الطريقه، هكا بهذه الطريقه، يعني كتعطي غير لقطات زويونه يعني مجمل شنو كتحطي في القناه ديالك، وراه باين واضح. ها انتما كتعطيو غير لقطات زويونه باش كتشجعوا الناس يدخلوا عندكم. واللي بغات تحط شي تقديم قصير يعني بالصوت ديالها، مرحبا مرحبا بها، 100000 مرحبا، تقدم الاسم ديال القناه. هذه قناه ايمان لذيذ، ايمان ديليسيو ديليسيو. المهم هاد القناه هادي راها رائعه جدا، وهاد القنوات دائما كنكررها، هاد القنوات هما اللي كيستحقوا الدعم، لان كيبذلوا مجهود وكي هذاك الحمد لله ما دايرين لا روتيني اليومي، لا ما كيبينوا لا العوره ديالهم، ما كيبينوا يعني اغلبيه، واخا كيكونوا طباخات ما شاء الله كيبانوا ماشي مشكل، مادام السيده مستوره وستره راسها وستره العوره ديالها، ماشي كتيرا حنا كيتفرجوا فينا الرجال والعيالات. حبذا لو انك كديري الوصفات لا داري عيباش تبقاي تبيني المؤخره ديالك وتبيني الصدر ديالك وتبيني. المهم هادي دخلوا عندها شجعوها ما شاء الله، راه كاين قنوات ما شاء الله صغيره، وما تحقروهمش والله العظيم، الا هما عندهم العطاء اكثر من القنوات الكبار، عندهم عطاء كبير، وهادو هما اللي خصنا نشجعو، خصنا باش ما يتحبطوش، دائما نزيدو بهم القدام، دائما نشجعوهم ونقول لهم يزيدوا الى الامام. شو ما شاء الله تبارك الله، شحال شي وتحطه هذه شي ما شاء الله، وحده كتحنت وحده. اذا هذا الشيء راه ماشي ساهل باش حطاتو باش صوباتو، ماشي يجي وحدين اخرين يحطموها في الكومونتيرات وهذا. يلا تبارك الله عليكم، دخلوا عندها تلقاو الرابط في صندوق الوصف وفي كومونتير ان شاء الله. هذا الفيديو هذا هاد الطلامط هادو خداتهم مني متتبعه يعني واحد المدينه هي راه غادي تذكرها في الفيديو، ورسلات لي هديه. كنشكر كل من يعني شرى مني وثق فيا، وكنشكر كل الكليانات ديالي اللي ما شاء الله تعاملوا معايا على طول الشهور وخداو مني وعاودوا ما شاء الله عليها، جهة رائعة هاد الصالون. نخليكم مع التقديم ديالها، وشكرا على هاد الهدية،
وما شاء الله راه زاد التحسينات، راه خدات مني غير البروكار، غير طلمت ومخد، وزادت ما شاء الله ديك الديكورات في المبرة روميا. يعني ديما نتوما الا كان صالون طلمت مثلا 15 متر، شو تبارك الله خرجت منها صالون كبير ما شاء الله عليكم. يلا خليتكم مع الفيديو. الكروم هاد الطلامط هادو خديناهم من عند قناة هميزات أم الحسن اللي كاينه في فاس، جاو تبارك الله زوينين، وشكرا شكرا قناة هميزات أم الحسن. هادو طلام تخريبه جداد، مفروقين على جوج، يعني غير مفصلين غير مقطعين، وانما مازال مازال اللي بغى يفصلهم. وحده فيها 7 متر و90 من الطرف للطرف، وحده 2 متر و30 و10 المخد. اللي بغاهم مرحبا جديد، ديك الساعه اللي بغى يكملهم بالفصله يكملهم. 7 متر و90، 2 متر و30، و10 الخديات، الخد ديال 70. شو ما شاء الله الظهر ديال الخريب كي داير، هانتوما غادي نوريكم فيديو. هي بالسفيفه اللي ولات دابا، واللي بغاها بالسفيفه البلديه مرحبا. شو ما شاء الله الظهر ديالها غزال. بالنسبه اللي بغى يبقى يبدل مثلا على حساب ميتو سخون وش دغيا، يقدر يبدل بهاد الوجه وبالظهر. هي اللي كيوصوني على دارة صغيرة، هي دارة صغيرة. تقريبا قولي 8 متر، 8 متر قل 10 سنتيم، و32، يعني تقريبا كيلمطو 8 10 4 ديال الطبالي، سدادر 2 متر ولا اكثر، يعني سدادر كبار. راه 8 متر تخرج لكم 3 سدادر كبار، وعاد 2 متر و30، 10 المخد. هادو الثمن ديالهم 1700 درهم، 34 فريال. اللي بغاهم يدوز عندي الواتساب لإرسال إلى المدن 0641-67-33-95. هادو تلمطات التاج محل، خديديات غير يعني ماشي كبار، متوسطين الحجم، متوسطين الحجم، جايين طويلين شي شويه وانما قصار. راكم كتعرفوني كنقول لكم شنو كاين. هادو خدادي قصارين شي شويه، اي واحد شويه ديال 50. 10 المخاد و10 متر تاج محل. هادو تاج محل قلنا 10 متر و10 الخديات. شوف ما شاء الله الجماليه ديالهم، الزواقه ديالهم دايره بحال الزليجه، بحال الزليج. دوك الا مطوشي 4 سدادر ولا 5، المهم اللي بغيتو تخرجوا منه. هادو الثمن ديالهم 950 درهم، 19000 ريال. اللي بغاهم مرحبا. لعشاق الدنياجات، شحال هادي ما جبت لكم الدنياجات. اش كنقول الدنياجات كلشي كيبقى يضحك، كتعجبني هاد الكلمه هادي. اش غنقول لكم، ما شاء الله هادو مستعملين وانما في حاله جيده. واللي ما كيعرفش الدنياجات، الدنياجات هي المنافسه نتاع البهجه الحره. الا شتي الدنياجات والبهجه الحره نفس الثوب تقريبا، غلاضين وحاجه متينه، وتقولوا عليهم طروزين، بحال اللي تقولي فيهم الطرز، بحال اللي مطروزين. الوينات ما شاء الله مبهجين. يعني هادو راه يجيو مع اي زربيه فيها هاد اللون، اي زربيه غايجيو مع زربيه د الموف، غايجيو مع الزربيه اللي فيها المارون، اللي فيها الكرونه، اللي فيها المخدر بيستاش، ما شاء الله. شغنقول لكم الغوز، الوينات ما شاء الله كنطق.
راني عاد ما دايره لكمش سميتو، راه عندي التصوير طبيعي، وهنا عاد غادي ندير لكم فيديو. ها هو فيديو غيبان لكم، ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله السفيفه البلديه، خياطه دياريه ما شاء الله، الخياطه البلديه على حقها وطريقها. دائما الدنيا جات والبهجه الحره والخريبه الحره كتواتيهم السفيفه البلديه، شو ما شاء الله تقولهم طروزين. ودائما طلمت قلبهم في الوسط، دائما طلمت المستعمل قلبوهم في الوسط، لان الوسط كيكون عليه الدرك والكلاس، يعني دائما قلبوا فين ما مشيتو شريتو طلمت. شو ما شاء الله، شو الزواقه كي دايره، شو ما شاء الله، شتي ديك الثوب اللي كتشوف بحال فيه الطرز، هذيك كله ديك الرشيمات تقولهم طروزين. انا غادي نقرب لكم الفيديو وغتشوفوا. ما كيواتي الدنيا جات غير السفيفه البلديه هي والبهجه، شو ما شاء الله تقولهم، شو بحال دايرين الطرز، بحال مطروزين، روعه فحم مقوني. انا غير ما جاونيش مع الصالون ديالي، كرني خديتهم انا، وانا ما شاء الله ربما يكتبوا لشي وحده تستاهلهم شي وحده ان شاء الله. الذوق الرفيع، الذوق الرفيع ما شاء الله، شو 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 بحال مطروزين ديارية المليح. شوف ديما الطلامط المستعملين قلبوهم في الوسط، باش الا كانوا مسوحين عرفوهم راهم مدوزين وقت طويل، ولا شفتوهم في حاله جيده كيبريو ملاح عرفوا بان هاي الزياده ما فيهمش لاستيك، فيهم مبره في الجناب زياده القنوت. انا غنعطيكم القياسات. كاين الحوف ديال طرز الغرزه المعتبرين الحر المزيانه، معاهم ستاد المخاد ديال طرز الغرزه، يعني الحوف ديالهم معاهم، وانما تيلمطو فيهم يعني واحد الزياده راني وريتها لكم، تيلمطو جوج سدادر كبار، كيلمطو المجموع خمسه د السدادر اللي عندهم، السدادر نتاع جوج متر، خمسه د السدادر نتاع جوج متر، جوج طلمط مشروكين، يعني طلميطه طويله كتلمط جوج سدادر جوج متر جوج متر، يعني 4 متر ونص فيهم، والطلميطه الاخرى حتى هي جوج متر جوج متر، يعني طلميطه طويله مشروكه 4 متر ونص، والطلميطه الاخرى تتلمط سداري جوج متر بالزياده ديالها، الزياده في هذا المبره. انا كنبين لكم كل شيء، ومع هادو كاينين الحوف بوحديتهم والطلمط بوحديتهم، هادو الثمن ديالهم 2300 درهم، 46000 ريال، يبغاهم مرحبا. ما شاء الله الذوق الرفيع، خياطة السفيفة البلدية المعتبرة ديارية نتاع الأصالة. وستاش الخطية، الحوف ديال طرز الغرزة الأصلية، طرز الغرزة المعتبرة، تيلمطو فيه يعني جوج طوال 4 متر 4 متر جوج متر، يعني نتاع صالون كبير ديال خمسة د السدادر. اللي بغى ياخدهم مرحبا، معاهم ستة ديال الخدادي نتاع طرز الغرزة. بالنسبة للطلانط ديال الدنياجات نسيت ما قلت لكمش، راه فيهم 16 الخدية، 16 الخدية، هادو هنا 6 ديال طرز الغرزة، و 3 ديال الحوف كبار كيلمطو 5 د السدادر، يعني كيفرشو 5 د السدادر، جوج سدادر طوال 2 متر 2 متر، يعني 4 متر، و جوج سدادر كبار 4 متر، و سداري 2 متر، ومعاهم 6 ديال مسان طرز الغرزة ولا 4. انا غنتاكد لكم مزيان، اما 6 ولا 4. هادو الثمن ديالهم 1200 درهم، 24000 ريال، اللي بغاهم مزيان اللي بغاهم مرحبا، طرز الغرزه المعتبره. هادي
البهجة، البهجة تيقولوا لها بحال الشكل الخريبة، في حالة جيدة. هادي واخا مستعملة ما شاء الله، في حالة جيدة. ما فيهمش لاستيك، تيلا منطو يعني ما فيهم 4 متر من الطرف للطرف، ما فيهم لا لاستيك لا والو. القياس اللي كنعطيكم دابا قياس 3 متر من الطرف للطرف، 4 متر، 3 متر، 2 متر ونص، و20 خدية. بالنسبة للخدادي دي اللي بغى يردهم سيندات يمكن له يردهم باسطة، كيقولوا لها باسط، يمكن له يقطع غير ديك الوسطاني ويردهم خديديات. يعني انا كنهضرك على المسيندات، اللي بغى يدير مسيندات، اللي ما بغيش الخدادي بزاف. عطي ما شاء الله معتبرين، هادو الثمن ديالهم 1500 درهم، 30000 ريال. مستعملين في حالة جيدة، هانتوما غير راه كيما كتشوفوهم في التصاور. هادو طلامط نتاع النمر، يعني هادو الزواق هاد النمر، هادو هما اللي قلت لكم الطلامط اللي حطيت لكم اورانج الموديل ديال قشور الحوت، كيقولوا لهم قشور الحوت، طلامط فنيين معتبرين. هاد الطلامط هادو انا نعطيكم قيام فيهم لاستيك جداد تخيطوا، هادو هما الموديلات الجداد اللي عاد خرجوا ديال التوب. سكون تشوفوا التوب، ماشي الشكل، هما الشكل النمر راه ديما كاين على الشكل ديال التوب. تيلا مطور بعد السدادر نتاع 2 متر، 2 متر، 2 متر، 2 متر، فيهم لاستيك، يعني كل سداري بوحدو، و10 المخد. هادو الثمن ديالهم 1000 درهم، اللي بغاهم مرحبا. تيلا مطور بعد السدادر نتاع 2 متر قلنا، ومعهم 10 الخطيات مخيطين بالسفيفة، الثمن ديالهم 20000 ريال، 1000 درهم. طلامط نتاع الخريب في اللون العكري، ماشي قرونة ماشي حمر، اللون العكري كيكون ما بين القرونة والحمر، ماشي حمر ماشي قرونة، لونه غزال، لونه مباشرة غزال. وديك الرشيمات اللي ما بين الوريضات هذيك راه في لاغجونتي، في النقري، فيهم المارون وفيهم القرفي وفيهم الابيض بلون كاسي، و يعني وهذيك اللون فيهم كيحمق غزال. مخيطين فيهم لاستيك، السفيفة فيها المارون والذهبي، هي السفيفة اللي ولات دابا. دابا ما غنحسب لكمش الجناب ديال طلامط، كيلمطو 4 متر، يعني 2 سدادة مشروكين 2 متر، يعني طويلة الميطة، 4 متر، 4 متر و80، يعني 5 متر و80، يعني عليه 6 متر، يعني الميطة راه كتلمط تقريبا تقريبا 6 سدادر، 6 سدادر قل 20 سنتيم، زعما 6 متر كتلمط، يعني كتلمط 6 متر قل 20 سنتيم، الميطة طويلة في 3 متر و30. دابا ما كنعطيكم غير العبار ديال السداري اللي غتلمط، ما عطيكمش انا العبار ديال هذا، يعني تقريبا 7 ديال السدادر، 7 السدادر. المهم عندنا 4 متر كتلمط 2 سدادر، هما جوج، 5 متر و80، يعني علين 3 السدادر، 3 السدادر و3 متر و30. المهم 6 السدادر تقريبا، 6 السدادر، 6 سدادر وزي. المهم كيما بغيتو، ثلاثة كاين اللي عندهم سدادر غير صغار، 3 متر و30، 4 متر، 5 متر و80، عقلو كيلمطو السدادر، يعني سداري طويل
يكون فيه 580 ما حسبالكمش الزيادة غير القنوت، 4 متر بلا الجناب، 3 متر و30 بلا الجناب بلا الزيادة، وعشرين خدية وتمنية المساند باسطة. المساند بحال شكل الخدادي غير هما جايين مينيات هكا هكا باسطة، وراه يمكن لكم ديك المينيات ديك هذاك يمكن لكم ديرهم تكيوهم ما بين الخدادي بحال الشكل ديال اش كتقولوا البودانات ولا اش كتقولوا لهم، المهم ديكورات يمكن لكم ديرهم، ماشي ضروري ديرهم ساند ما بين الخدادي والفراش. هادو الثمن ديالهم، هادو المبرة المحفرة حرير ديك اللي ولات دابا ديال بحال الشكل ديال المبرة ديال تركيا بحال هكا، راه هادو خوتهم بعت لك الموطارد، وراه كاينين خوتهم تقريبا نفس القياس اللي كنا بعنا، بعنا جوج دارات في ما شاء الله طلبوهم لي بزاف د الناس، هادو راه فيهم المخضر المخضر والباش ما شاء الله، وديك الرشيمات فيهم بحال الشكل ديال التل، المهم كيعطي واحد الجماليه واحد البريون غزال. هادو 14 متر و80 يعني علينا 15 متر و18 خدية، ما شاء الله بعنا منهم ما شاء الله الدارات الاولين الموطارد، انا غنوريكم اللون ديالو الاخر مباشره مور هذا غادي نعطيكم اللون، 15 متر و18 خدية، واللون الاخر كاين في الموطارد تقريبا عليه نفس القياس 5 متر بوحدها و هكذا كلشي 2000 48000 ريال، 10 متر ولا 10 متر بوحديتها ومعها شي 17 خديه في الموطارد ماشي هادو. ها هو اللون اللي بغيتو، هذا اللون ها هو اللون الثاني الموطارد شتي، نعبر لكم القياس غنقول لكم راه تقريبا كاينه 5 متر بوحدها والاخرى ما عرفوش 14 متر ولا 14.5 زعما واش 9 متر ولا 9.5 ولا 10 ما نقدرش نحكم لكم، و17 تقريبا و17 خديه، لان هاد الطلمط بالضبط راه تباعوا لنا جوج دارات منهم السيمانه اللي فاتت، هذا راه زيتي زيتي بارد بحال داير بحال الموطارد، هاد اللون كاين هذا وكاين ديك المخضر اللي شفتو قبيله، يعني جوج لوان نفس الثمن اللي بغاهم 1900 درهم، 32 فريال مبرا. هادو طلنت الخريبة الحرة اللي بغاهم نعطي القياسات، راه كيلمطو 5 سدادر، كيلمطو 5 سدادر ديال 2 متر تقريبا كل وحدة وقياسها، والمخدمون القياسات دابا اللي بغاتهم دوز عندي الواتساب باش نزيد نأكد لها القياسات ديالهم. هادي راه الخريبة الحرة الأصلية ماشي الخريبة الدوزيام، هانتوما التكرير بالعقيق، ممكن لمطو تقريبا 5 سدادر تاع 2 متر تقريبا، ما أنا نعطيكم القياسات من بعد مضبوطين، راه تلفت لي الورقة اللي فيها القياس ديالهم، هادي الخريبة الحرة السيفة البلدية الأصلية. فيهم المسند التكرير، فيهم 5 المسان ديال التكرير، وإنما الخدادي ما عقلتش شحال، المهم دابا نعطيكم القياسات ديالهم بالضبط، هادي الثمن ديالها 2300 درهم، 46 فريال، مكيناش خريبة حرة أصلية، درها القديمة الماركة البروميان هادي، اللي بغاهم يدوز عندي الواتساب، الله يجازيكم بخير. بالنسبة للواتساب ما تبقوش اللي كيدخلوا بقاو يصيفطي لنا ما عندي ما نصيفط لكم، كلشي في الفيديو مفصل.
التفصيل، الا اللي غادي هذا بالنسبه للخريبه، غادي نعطيكم القياسات. بالنسبه للمبيعات كلهم راه كلشي كانوا هادو الجديد، المبره المحفره، الحره، كاين المطو الطلميطه، هادو مفصلين. كاينين جوج طلمط كبارين مفصلين، غير مفصلين بالمقص، والاخرين مخيطين بلاستيك. جوج اخرين مخيطين بلاستيك، مخيطين بالسفيفه. هانتوما المبره المحفره، دارت الصالون كبيره، الطلميطه 4 متر ونص من الطرف للطرف، يعني مطلوقه ما فيهاش بلاستيك. فاش كيكون مطلوقه كنحسب لكم التوب كامل، يعني تحسب لكم التوب كامل. 4 متر ونص مطلوقه، 5 متر مطلوقه من الطرف للطرف وفيها شي وفايه، غير واحد 10 سنتيم. والاخرين ديال 2 متر 2 متر فيهم لاستيك، كيلبسوا سدادر 2 متر 2 متر 18 خديه. هذه الثمن ديالها 2800 درهم، 56 الف ريال. اللي بغاهم مرحبا. الذوق الرفيع، شوفوا ما شاء الله، غير بالنظره ديالها فيها الكرونه والموطارد والبلون كاسي، ما شاء الله روعه. دائما مع الجديد تجمع حال. أربعتاش متر 17 خدية، 14 متر و 17 خدية، تاج محل. هما الكري والكحل والباج، باج مفتوح. نتوما ديما كنوريكم التصوير عن قرب باش تعرفوا. ها السفيفة باش مخيط، شوف التوب ديالو، المهم اللي بغاهم مرحبا. ما شاء الله هاد اللوان هادو كيتمشاو بزاف، هاد الكري راه كنت كنجيب لكم ديما هاد اللوينات هادو، وكيديوهم الناس بزاف. تاج محل فهاد اللوينات مطلوب بزاف، خصوصا فيه الكري والكحل، لان الكري والكحل في واحد الجماليه زوينين بزاف. هذا التاج محل، هادو الثمن ديالهم 1500 درهم، 30 الف ريال. يبغاهم مرحبا. هادو طلامط، المبرة فوطة، مبرة فوطة المحفرة. هانتوما لاحظوا راه محفرين، هما راه بحالي محفرين. المبرة الفوطة، هادوك اللي في الجناب راه فوطة، هانتوما لاحظوا مزيان، دايرين بحال الشكل ديال المبره المحفره الاخرى، غير هما جايين هكا فوطه، ماشي مبره، فوطه كيقولوا لها الفوطه المحفره. هذا الشكل هذا باقي جديد، موديل جديد هذا، ما شاء الله. فيهم الكري والارجونتي، الكري فونسي مغلوق والارجونتي، وكيعطي واحد اللوان. ها انتما شوف شتي كي دايرين مع الضو، كيعطي واحد اللوان غزلان. شوف تبارك الله، شوف كي كيعطيو اللون، خصوصا فاش تكونو شاعلين التريا وشاعلين شي ضواو. هانتوما دابا غير ضو التليفون شنو داير، روعة. وهاد اللوينات هاكا باردين، خير من ديك قولت تجلخطين اللوان. كل واحد وذوقو، المهم أنا كنجيب لكم الأذواق، كل واحد وذوق ديالو. كاين اللي كيبغي هذا راه كري، الناس طلبولي الكري بزاف، ما شاء الله غير كنجيب الكري كيتمشى ما شاء الله. وكاين طلامط اخرين فيهم الفوطة في الكري، وانا ما ماشي دارة كبيرة، هادو راه تقريبا نقولوا 14 متر ونص و 18 خدية. انا نتأكد لكم من القياس. المهم هادو الثمن ديالهم 2100 درهم، 42 الف ريال. اللي بغاهم يدوز عندي الواتساب.
طلامط الباتشوا بحال الدان، النوع الممتاز. هادو راه التوب ديالهم غليظ، لان كاين الباتشوا فيها انواع، كاين البروميان وكاين الدوزيام وكاين اللي خفيف وكاين اللي المهم. هادو مزيان، هادو مستعملين في حاله جيده ودائما طلامط. ها انتم شوفوا مزيان الطلميطه في الوسط، الا بغيتوا تعرفوا الطلميطه يعني الحاله ديالها في الوسط. الا كان اللون الوسطاني كاشف شي شويه، عرفوا الطلميطه مدوزه بزاف. والطلميطه فاش تاخذوها وتشوفوا اللون ديال الوسطاني ديالها مزيان، هذيك هي الطلميطه اللي وراكم عارفين اللي كاين. انا مصوبين ديك الكورده، كاين 14 خديه، كاين 14. شوف ما شاء الله الطلميطه، شوف الطلميطه في الوسط، شتي الطلميطه ديما في الوسط، قلبوها. طبعا المستعمل ديما خصو يتصبن، كيكون شي شويه اعزكم الله تيكون شي شويه موسخ، وانما المستعمل خصو يتصبن بصفه عامه، غير يوصل يمشي لماكينه الصابون نيشان واخا يكون نقي، المهم الاحسن الانسان يصبن. قلنا 14 خديه والطلام تيلمطو جوج متر وثمانين، متر وتسعين، جوج متر، متر وثلاثين. هادو هما القياسات اللي يعني فيهم لاستيكي، يعني كيلبسو هاد القياس. وها شنو معاهم؟ معاهم جوج، معاهم هاد جوج مساند مدورين. ها انتم مزيونين معتبرين، هو الدار ديالها هادي مو بحال الدان دايرين. هادو البرومي كاليتي، هادو نبغاهم. مرحبا، 14 خدية وجوج مساند مدورين، لأن راه نساو ما صورهمش البنات مع الطلامط، ديكشي علاش صورتهم بوحديتهم. المهم هما تاو طلامطهم اللي كنتكلمو عليهم دابا، هادو راه الثمن ديالهم همزة 500 درهم، اللي بغاهم مرحبا. وأخيرا أخواتي جينا لنهاية الفيديو، ما سخيتش بكم، كنتمنى لقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والسلامة. إذا كنتو كتشوفوا الفيديو ديالي لأول مرة، ما تنساوش القناة ديالي تضغطوا على زر الاشتراك، وما تنساوش تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. ما تنساوش لايك وتخليوا لي كومونتير، وان شاء الله ننتقلوا لفيديو السولد في قناتي الثانيه.